مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة وجبة جدا سهلة وسريعة التحضير. عنا ملح، عنا بهار حب، 7 بصلات مقطعين بهيدا الشكل، 3 فلايفلي مقطعين كمان بهيدا الشكل، زيت زيتون، قرنين حار حسب الرغبة اكيد الحار، وكيلو رقاب غنم مصحبين من العظم بهذا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البصل بالصينية. بسم الله. الفلايفلة بخلطهم مع بعض. بحط الحار، اكيد الحار ما قطعته بشكل البصل والفلايفلة عشان يتميز كرمال الاولاد صغار. بحط اللحمة، بحط زيت زيتون شي خفيف، وبرش ملح. كمان بهار. هلأ بلفهم بالسنيطة. بحطها بفرن درجة الحرارة 250. هيدي الوجبة أخذت حوالي ساعة بالفرن. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم صارت جاهزة للتقديم. بتتقدم مع تبولة وبطاطا مقلية. تحضير معكروني بنكهة البيتزا. عنا معكروني سلقتهم أكيد، فلايفلة حلوة مقطعة بهذا الشكل مشكلة، بصل صغيرة، حبتين توم، فطر، ملعقتين صغار شراب، ملعقة صغيرة حبق يابس أو أخضر، حبة بندورة صغيرة قشرتها وقطعتها بهذا الشكل، وملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط زيت زيتون بالطنجرة، بقلي البصلة، بس تقلت البصلة بهيدا الشكل شي خفيف. هلأ بحط فوق الثوم، كمان بحرك الفلايفلة، بندورة، شراب، الحبق، نص ملعقة صغيرة ملح، الملح على الذوق أكيد. حركهم مع بعض، وبحط كمان كوب صغير مي. بحركهم وبغطي الطنجرة وبتركهم لتستوي الخضرة. بعد 5 دقايق بس استوت الخضرة، هلأ منطفي الغاز. لنكفي الطريقة مع بعض. هلأ عندي جبنة مازوريلا وزيتون وفلايفلة مشكلة. الفلايفلة شو عملت؟ رققتها كتير عشان بس بدي ستي الجبنة من فوق. هلأ منحط المعكروني فوق الصوص. بسم الله. منخلطهم مع بعض. هلأ بحطهم بالصينية كمان. بسم الله. برش الجبنة على الوجه. هلأ بحط الفلايفلة المشكلة، كمان الزيتون. هلأ بدخلها على فرن حامي من الأعلى بس لتذوب الجبنة. هذه البيتزا بعد ما طلعت من الفرن صارت جاهزة للتقديم. هلأ بيت النوتيلا جدا سهلة وسريعة وطيبة. عندي كوبين حليب بهيدا الحجم، بدي احط 3 معالق طعام نوتيلا وملعقتين طعام نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط المقادير كلها فوق بعض، حليب، نشا، وبحط النوتيلا. بحركهم مع بعض على الغاز ليشتد المزيج. بحرك تحريك مستمر. بس اشتدوا بهيدا الشكل هلأ بحطهم بالكاسات. بسم الله. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي حوالي الساعة.
هيدي مهلبية النوتيلا بعد ما سقعت منيح بالبراد، عندي كريمة وعندي فريز للتزيين، فينا أكيد التزيين حسب الرغبة مثل العادي. بسم الله زين، أنا بهيدا الشكل راح زينها. هلا بزين بالفريز بعد ما حطيت الكريمة بهيدا الشكل. هيدي مهلبية النوتيلا اللي عملتها انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. If you want to see this recipe it's in the description box. Bye bye.